السلة الليبية تعود للواجهة من جديد بمشاركة فريقي النصر والأهلي طرابلس في البطولات الخارجية بعد توقف دام لأشهر بسبب الظروف الأمنية اللي تمر بها البلاد. النصر بطل آخر نسخة من الدوري ووصيف الكأس، يدخل في تحدي جديد في تصفيات البطولة الإفريقية واللي تستضيفها مالي خلال فترة من 22 وحتى 27 من شهر أكتوبر الجاري. قرعة التصفيات الإفريقية أوقعت ممثل السلة الليبية في المجموعة الأولى رفقة فرق البترول الجزائري والبوليس المالي وسلاك الغيني، وحيتأهل فريقين فقط للبطولة الإفريقية. النصر أعد العدة وبدأ تحضيراته للتصفيات الإفريقية بقاعة الألعاب الرياضية بالنادي وبقيادة المدرب التونسي سفيان المرابطي وبحضور عدد من نجوم الفريق اللي ساهموا بصعوده إلى منصات التتويج. من جهة ثانية يدخل بطل كأس ليبيا الأهلي طرابلس في اختبار جديد في البطولة العربية بالمغرب. الأهلي المدجج بنجومه محمد السعدي ونسيم بدروش بدأ الاستعدادات بالقاعة الكبرى للألعاب الرياضية تحت إشراف المدرب الوطني محمد دورار اللي يطمح في إعادة توهج الفريق من جديد بعد توقف النشاط الرياضي. ومن المقرر أن يدخل الأهلي طرابلس في معسكر خارجي بتونس قبل شد الرحال إلى المغرب للمشاركة في البطولة العربية. مشاركات منتظرة للسلة الليبية على أمل أن تكون الرميات الثلاثية في شباك الفرق الإفريقية.